تحياتي الإخوة الرجويين، السلام عليكم. كما كتشوفوا أنا سمعتكم الأصوات ديال اللاعبين ناشطين في الفيستيان، والفيديو الأخر الأوديو الأخر أو فيديو الأخر هو ديال عمر العرجون من بعد المقابلة ديال خليفة. الإحساس بالحقرة والغوات وبطبيعة الحال وداكشي اللي داز عندنا في خريبكا، وكان غادي بيلانتي اللي غادي يمكن يقلب لينا كاع جميع الموازين، فالحمد لله. هذا جبت هذا ديال العرجون باش نرد الجميل للاعبين، لأنه اللاعبين بأقدامهم والمدرب بالتخطيط ديالو بدون تسرع استطاع أنه يوصل داكشي اللي بغا ولو بصعوبة، ولو هو شيء طبيعي أنها تكون صعوبة، لأنه جميع العراقيل بجميع أشكالها وأنواعها وضعت أمام الرجاء كي لا تحصل على هذا اللقب، وهذا اللقب بالذات، لأنه هذا اللقب لو فازت به الرجاء بالنسبة لهم وهم يعرفون ذلك سيكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية للرجاء، لا بالنسبة للمنافسات الخاصة بهذا الموسم ولا بالنسبة للسنوات القادمة، فهم يعلمون هذا، لذلك هم عرقلوا الرجاء بكل الأشكال وكل الأنواع وبكل التكتلات الممكنة وغير الممكنة. قبل ما ندخل في اللايف وفي صميم الموضوع الإخوان، هذا اللايف ما نهضرش فيه بزاف لأنه غنخلي الكلمة للجمهور يعبر على الفرحة ديالو، هو لايف احتفالي، ولكن نبغي نبداه بعبارات التعزية الخالصة للأستاذ ديالنا عصام الإبراهيمي في الوفاة ديال جوج الناس من العائلة ديالو، اللي هما ناس، اللي واحد ودادي وواحد رجاوي، واحد مات بسبب اللقطة، الهدف ديال مترجي اللي جا، هدف غادر جا في اللحظات الأخرى، وهذا الشيء كنا كنتظروه أن غادي ينعسونا، وأنا كنت متأكد منها غادي ينعسونا حتى لآخر دقيقة. بق الوداد ماركات مشات ليك البطولة، هذا الشيء كان مخطط ليه وكان معروف هذا الشيء. إذا واحد مات بسبب هذاك الهدف، والآخر اللي هو ودادي مات بسبب الهدف ديال الحفيظي اللي جا 16 ثانية من بعد الهدف ديال المترجي، 16 ثانية، بمعنى أن الوداد اعتلت الصدارة ل 16 ثانية. فتحية للرجال الذين استطاعوا انتزاعها من فم، لا أقول من فم الأسد، بل من فم غابة من سميتو من الأسود والضباع، لأنك كانت غير أسود، الأسود راه كتعتمد على القوة ديالها، المشكل أن هناك ضباع تعتمد على التكتل، لأنها تعرف أنها منفردة لا تساوي شيئا. فتحية للرجال اللي حاربوا هاد التكتلات كاملين، هاد التكتلات غندوي عليهم دابا في 11 نقطة. انا درت هاد النقطه هذه غنهضر عليها، كان الرجاء لعبات مع 11 لعاب في العوده، تلعب مع 11 لعاب، الرجاء لعبات مع 11 لعاب اخرين.